للحديث عن الوضع الطبي والإنساني في قطاع غزة ينضم إلينا من نابلس الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. دكتور أهلا بك معنا وكل عام وأنت بألف خير وكل الطواقم الطبية وطواقم الهلال الأحمر بألف ألف خير. البداية، كيف مر عليكم هذا العام؟ ما أصعب ما تعرضتم له من خلال القيام بدوركم الإغاثي والطبي سواء كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية وأماكن عملكم في الأراضي الفلسطينية؟ أهلا بكم. يعني يبدو أن هذا العام ينتهي بساعته ودقائقه الأخيرة، وما زالت أصوات الانفجارات والقصف مستمر على قطاع غزة من جهة، وأصوات الرصاص في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال التي تقتحم هنا وهناك في المدن الفلسطينية ما زال مستمرا، وما زال صوت الأعلى في قطاع غزة هو صوت الجوع والخوف والمعاناة الكبيرة التي يعانيها شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، انتهاكات كبيرة للمستوطنين وقوات الاحتلال. يعني ينتهي هذا العام ونتمنى عاما جديدا يكون يعم به الصحة والسلامة على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية بالتأكيد وجميع مناطق فلسطين. يعني الوضع هو صعب للغاية حقيقة في هذا العام، كان وشهد يعني عدوانا كبيرا جدا لم يسبق له مثيل منذ سنوات طويلة، منذ 48 و67. يعني نتحدث عن فقداننا لآلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى، المباني المدمرة، القواعد الطبية، الصحفية، الإنقاذية، جميع من هو محرم باللغة الدولية أن يستهدف تم استهدافه في قطاع غزة. يعني الوضع هنا هو صعب للغاية، ونحن نتمنى أن يكون هناك حال أفضل إن شاء الله في الأيام والسنوات القادمة. تمام، ما من الواقع الآن في قطاع غزة مع استمرار الحرب، وما الحاجة الملحة في ضوء هذه الأرقام التي نتابعها من أجل إدخال المساعدات الإغاثية الإنسانية الطبية إلى القطاع؟ يعني ما زالت بداية المساعدات التي تدخل بكميات هي قليلة جدا جدا عبر معبر رفح البري. يعني الحاجة هي الآن ملحة لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية والغذائية بالإضافة إلى الوقود بالتأكيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هنا لا أقول لإصلاح ما تم إفساده، هنا أقول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، سواء كان من المؤسسات الطبية المختلفة، سواء كان من النازحين الذين في بعضهم هم بلا مأوى حتى الآن. يعني نحن كهلال أحمر فلسطيني نحاول قدر الاستطاعة القيام بأقصى ما يمكن القيام به في ظل هذه الظروف الصعبة، سواء كان على مستوى الخدمات الإسعافية، على مستوى الخدمات الطبية في مستشفى الأمل، أو الإغاثية والإنقاذ عبر دائرة الكوارث لدينا أيضا. يعني نقوم بعمل مخيم للنازحين بعد يعني وجود نقص حاد جدا في أماكن النزوح، خاصة بعد نزوح عدد كبير جدا من شمال ووسط غزة إلى الجنوب تحديدا. وهنا نتحدث عن مخيم للنازحين في خان يونس يحوي على 300 خيمة بداية، ومن ثم سيكون في المرحلة الأخرى 1000 خيمة لتضم عدد من 6000 أو أكثر أن يكون هناك في هذا المخيم. أيضا نعمل على مستشفى ميداني في رفح بالتعاون مع الهلال القطري، المخيم النزوح مع الهلال المصري. يعني هناك محاولات قدر الاستطاعة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وعمل ما نستطيع عمله في ظل هذه الظروف الصعبة، خاصة مع تدني المساعدات حتى الآن. هذا بالنسبة لجنوب قطاع غزة، ماذا عن تفصيل أكثر لواقع شمال القطاع؟ المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي والتوغل البري، ماذا عن واقع الناس الذين لم يصلهم من المساعدات الإنسانية منذ 3 أشهر سوى الفتات؟ يعني شمال قطاع غزة هي قضية أخرى. يعني عندما نتحدث عن شمال قطاع غزة نتحدث عن انعدام للوضع الطبي هناك، المستشفيات خرجت عن الخدمة، نحن تضررنا كثيرا في شمال قطاع غزة كهلال أحمر فلسطيني. تعلمون جيدا أنه هناك محطات إسعاف خرجت بالكامل من الخدمة، مركز إسعاف جباليا تم تدمير سيارات الإسعاف بداخله وتم إنزاحه قصرا من المركز بعد حصاره بالدبابات. مستشفى القدس خرج عن الخدمة بعد حصاره أيضا واستهدافه، وخرج فيديو وصل يعصرنا الألم ونحن نشاهد هذا الفيديو، إحراق هذا المستشفى
المتميز في منطقة غزة بالكامل بعد الخروج منه من قبل قوات الاحتلال. لا ندري ما هو المبرر لذلك إحراق مستشفى لم يظهر فيه ولم يثبت فيه أي شيء، وهو يقدم خدمة إنسانية. إذن في شمال غزة وغزة الوضع هو صعب للغاية، أنا أؤكد ذلك بعد توقف خدمات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في تلك المناطق بسبب إجراءات قوات الاحتلال، سواء كان بالاستهداف أو بالحصار أو بمنع الوقود من الدخول. حتى في أيام الهدنة لم نستطع إدخال وقود لسيارات الإسعاف. كنا قد حذرنا عبر قناتكم والقنوات الإخبارية وعبر البيانات الصحفية دائما حول ذلك، وللأسف استمر إجراءات قوات الاحتلال حتى خرجت هذه الخدمات، هذه المراكز من الخدمة. المستشفيات هي أيضا خرجت من الخدمة في معظم، وتم إجلاء المرضى إلى الجنوب. يعني هناك عدد كبير جدا من السكان دكتور، في شمال قطاع غزة لو كانوا أردنا يسكنون منك في الختام أن تطلق نداء مع نهاية هذا العام، ماذا تقول؟ يعني بداية وقف العدوان وإدخال ممرات إنسانية على مدار الساعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الوقود اليوم أصبح ملحا، خاصة في وضع البارد هذا، حيث يحتاج المواطنين إلى وسائل تدفئة وتشغيل للمستشفيات، إعادة تشغيل المستشفيات التي توقفت وأنزحت بالقوة، إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عودة النازحين إلى أماكن سكناهم إن وجدوا أماكن سكناهم هناك صالحة للعيش. فبالتالي هذا كله سيؤدي إلى إنقاذ على الأقل الموقف، لحين أن يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه من ما حدث من قبل هذا نشاط قوات الاحتلال والاعتداء على هذا القطاع نعم، الحبيب. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، كنت معنا من نابلس.